فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في الفترة الأخيرة التزمت أو استقمت والتحيت وبدأت أصلي، وقد قال لي من بجواري ومن معي من الناس إن هذا تنطع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. يقول هل تربية اللحية من التنطع بعد أن كنت حالقا لها؟ نسأل الله العافية. هذا ضلال. سنة الرسول يقولون تنطع، سنة الرسول يسمونها تنطع. استمر على ما أنت عليه واتركهم ولا تصحبهم هؤلاء، لا تصحبهم. نعم.